السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت لا تعلم مدى محبتي لك يا أبو حذيفة. أنت اليوم تقدم المثال الحقيقي للمسلم الصابر الغيور على دينه وأمته. أنت اليوم تنتقم لآلاف المسلمين في العراق وسوريا وكافة بلاد المسلمين. أنت اليوم تنتقم لهم وتأخذ بثأرهم وترفع رايات الإسلام في أعلياء السماء. وكما يقول مفتينا حفظه الله في كل وقت وحين: لا يموت إنسانا مسلما صابرا محتسبا مضحيا بروحه في سبيل الإسلام والمسلمين إلا وكانت حور العين في انتظاره على أبواب جنات النعيم بإذن الله. كنت أتمنى أن أكون في مكانك يا ابن غصر، أرض الكنانة والنال جزاءك، لكن الله وضعني في مكاني ووضعك أنت في مكانك بحكمته ومشيئته. والله إني لا أغبطك، هنيئا لك وهنيئا لنا بك. بمثل أبو حذيفة ستكبر دولة الإسلام وتزداد شوكتها في كافة أنحاء العالم بعون الله وتعالى.